الرسم الفرعوني والحاجات الكلام الفرعوني ده ليه رمز معين، ليه معنى معين ولا؟ دلوقتي ما تسجلش الحته دي لاني هدرسهم دلوقتي. طب تمام. انا جبتهم من الكتاب بس هم كلهم قطع مع بعضها، يعني جمل على بعضها، ما خدتهاش. لان ممكن تلاقي واحد بيقرا هيروغليفي هيجي يقرا لك. هو هي كرموز، بس مش هيبقى فيها كلام. لا يعني مش هيبقى فيه، لان ممكن يبقى فيها كلام بعيد عن المنطقه يعني. طب ليه ما كتبتش اسماء القارات بالهيروغليفي؟ كتبت افريقيا، اسيا.